أصدرت ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن قرارا بمنع أي من أعضاء مجلس النواب وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام ومقربين من الرئيس السابق علي عبد الله صالح من مغادرة العاصمة صنعاء. وقالت مصادر أمنية قريبة من جماعة الحوثي أن تم نشر المزيد من الدوريات العسكرية التابعة للحوثيين وإقامة نقاط وحواجز أمنية في شوارع العاصمة ومداخلها الرئيسية.